فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فاخرج إني لك من الناصحين وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني
وجيء رجل من أقصى المدينة وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا فاخرج إني لك من الناصحين ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما
حتى